السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة بروس في فيديو جديد في القناة. إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي نعمل آلة حاسبة بواجهة رسومية ببي واي كيو تي. إن شاء الله النهاردة هيكون معانا إيه هي ميزات الآلة اللي إحنا هنعملها. أولا هتبقى آلة متقدمة، بمعنى إن إحنا هتقدر الآلة دي إنها تدخل أكتر من قيمة بأكثر من عملية، يعني مثلا 3 + 6 + 5 + 4 + 2 وإلخ إلخ. تاني حاجة إنها تكتشف الأخطاء، مثلا المستخدم ما دخلش قيمة، المستخدم ما دخلش رقم، عفوا ما دخلش عملية. طبعا الآلة دي هتبقى واجهة بالشكل ده كده، آلة هتبقى كده. هنصممها بالكيوتي ديزاينر. طبعا انا صممتها قبل كده، ان انت بتضيف الازرار، بعد كده بتضيف هنا تشينج ستايل شيت، برضو انت بتضيف اللي انت عايزه. برضو انا صممتها كده عشان تفتح الكيوتي ديزاينر، بتروح على الملف بتاع البايثون. طبعا انت لازم تكون مسطب البي واي كيو تي 4 او 5، مش مشكلة، بس مش عارف انا هشتغل على الفور، مش عارف بقى الفايف هتبقى شغالة ازاي. هتروح على سايت اند باكج بي واي كيو تي 4، هتدوس على ديزاينر، دي هتفتح لك الكيوتي ديزاينر. بعد ما تصمم كل حاجة انت عايزها بتعمل هنا ايه، بتروح على فايل، بتكتب، بتعمل سيف از، انا حفظتها بفورم دوت يو اي. هنيجي بقى هنا الخطوة مهمة جدا، ان احنا هنحول الملف بتاعنا ده اللي هو ملف الكيوتي والملف اليو اي لملف بايثون. ازاي؟ هنروح على الباور شيل بتاعتنا، نكتب هنا في البحث باور شيل، نفتحها. استنى شوية بس. فتح لنا الباور شيل اهو يا جماعه. هنيجي هنا نكتب سي دي ديسك توب. طبعا انت تكون محافظها على الديسك توب، طبعا انت ممكن تكون حافظها في اي مستر تاني، بس انا افضل ان انت تحافظها على الديسك توب. هتيجي هنا تكتب ايه، بي واي يو اي سي 4، بي واي يو اي سي 4. بعد كده هنا تكتب الملف، اسم الملف بتاعك، نكتب مثلا فورم دوت يو اي. بعد كده نكتب داش او، بعد كده نكتب الملف، اسم الملف اللي هيتحول، اسم ملف البايثون اللي هو هيتحول، اللي هو هيتجاب من الفورم دوت يو اي. مثلا هنخليه كوكو دوت بي واي، لازم تكتبها بالامتداد بتاعتك. بعد كده تكتب انتر، هيشتغل معاك عادي، وهتلاقي ان في ملف بايثون ظهر لك. طبعا انا مش هعملها، مش هدوس انتر عشان اعمل ملف بايثون قبل كده. طبعا احنا هنا مش هنعرف نشغل حاجه او نعرض حاجه، طبعا لان احنا طبيعي ان الملف اللي خرج من اليو اي ده مش هو، فيه بس الحاجات اللي احنا هنحتاجها، هو ده دي الحاجات بس اللي احنا هنحتاجها. طبعا انت لو دوست كليكين عليه يمين مش هيشتغل خالص، اللي احنا هنعمل ملف تاني بايثون نستدعي منه الحاجات اللي احنا هنعدل عليها. مثلا ايه، هنضيف ميثود مثلا او فانكشن مثلا للزرار ده مثلا او حاجه. هنشرح برضو ازاي تبرمج الحاجات دي كده. مش هنبرمجه جوه الملف، لا، احنا هنعمل ملف بس نستدعي منه الملف اللي جوه الكوكو دي، او الميسوس اللي جوه الكوكو دي. نقفل كده اليو اي بتاعتنا، نفتح البي واي تشارم. طبعا ده الملف، مش ده الملف بتاع اليو اي، ده الملف اول الملف بتاع البايثون، ده الملف التاني اللي انت هتفتحه. هتعمل ملف بايثون دوت بي واي، تستدعي منه داله ال، تستدعي منه مكتبه البي واي كيو تي دوت جي اي والبي واي كيو تي دوت كور والسيس، وتبعت وتعمل فروم من كوكو او فروم من الملف، اسم الملف اللي انت حولته لبايثون، امبورت يو اي اندرسكور فورم. طبعا اليو اي اندرسكور فورم دي لو كده فتحنا الكوكو، اليو اي اندرسكور فورم دي هي دي. طبعا انت تشوف بقى الاسم اللي هنا وتحطه هنا، تستدعي منه. طبعا وغالبا هيبقى اليو اي فورم. ننزل تحت، مالكش دعوه بس بالفاريبلز دي، انا هقولها لك كمان شويه. نعمل كلاس مثلا نسميه اي حاجه، بس لازم نستدعي منه الكيو ويدجت، ونستدعي وندخله، قصدي الكيو ويدجت، وندخله اليو اي اندر سكور فورم. بعد كده هنعمل داله الانت، داله انت انت، ونديها السيلف. بعد كده بنقول كيو ويدجت دوت اندرسكور اندرسكور انت اندرسكور اندرسكور انت اندرسكور اندرسكور، ونديها مدخل السيلف. ننزل سطر تاني، بعد كده سيلف دوت سيت اب يو اي، ونديها السيلف. مش مطالب خالص انت تفهم السطرين دول، بس هم سطرين مهمين جدا عشان البرنامج يشتغل معاك. بعد كده لو نزلنا تحت، مالكش دعوه بيك خالص بالكود ده، احنا كده خرجنا بره الكلاس. نعمل اب بتساوي كيو ابلكيشن سيس دوت ار جي في. بعد كده نكتب دبليو بتساوي مين، ناخد نسخه من المين بتاعتنا، ناخد اوبجكت منها عفوا. بعد كده نكتب دبليو دوت شو، بعد كده اب دوت اي اكس اي سي اندرسكور بين قوسين. لو كده عملنا رن،
نقفل ده كده بس زي ما انتم شايفين يا جماعه، هي دي الاله بتاعتنا. طبعا انا برمجتها قبل كده، بس هشرح لك الاله دي بتشتغل ازاي. طبعا احنا ممكن نكتب لها اي ارقام هنا، مثلا 965 زائد مثلا 1 تدينا 966، ناقص مثلا قول مثلا 1000 ناقص سالب 34. نيجي هنا بقى لبرمجه برمجه الاله. الآلة بتاعتنا هتشتغل ازاي؟ أولا الآلة بتاعتنا هنشتغل ازاي؟ إن مثلا ايه؟ الرقم احنا بندخل اوريدي كده، لو جينا عملنا رن عشان تفهم الحكاية دي كده، احنا من كده بندخل رقم مثلا 99 مثلا بلس بلس دي بلس واحد. البلس دي لما بندوس عليها احنا كده عملنا اري هنا. أول فاريبل معانا هو النمز. النمز ده اللي بتسجل فيه الأرقام المتخلة من الآلة، بمعنى ان احنا هنبرمج زر البلس ان الرقم اللي موجود في اللاين ايديت خده وحطه في النمز. طبعا النمز دي موجوده ليه؟ لان احنا هندخل كذا عمليه، مثلا انت عايز تدخل مثلا كذا رقم بكذا عمليه تبقى تسجلها في الاريه عادي، لكن بالطريقه العاديه انت هتضطر ان انت كل شويه تدخل رقمين تعمل عمليه، انت كده تدخل رقمين تعمل عليهم عمليه والناتجين دول تعمل عليهم عمليه تاني. لا، انا بنسهل على المستخدم كل ده، ونعمل اريه ونعمل اريه وناخد منه كذا قيمه. ماشي. البلس دي كده احنا هو خد الموجوده في اللاين ايديت دي وحطها في النمز. دلوقتي كده هو في اليمنت موجوده في النمز، في اوبجكت موجوده في النمز، مثلا نقول ايه مثلا بلس مثلا 90. احنا قلنا ايه؟ 9 زائد 99 هتديها 99، او مش عارف احنا كتبت ايه في الاول بس مش مشكله يعني. كده لما ندوس ريزولت، الريزولت دي بتاخد الرقم ده كله بلس 90. خلي بالك هو مش بيحصل خطا لما بياخد الرقم ده، بياخد بلس 90 يحطها في النمز. خلي بالك لو احنا دوسنا كده 189، احنا كتبنا كده قبليها مثلا كتبنا ايه زائد 1 190، بنحطها هنا في النمز. طب ماشي. طب انا مثلا هعمل العمليات دي ازاي؟ بالفاريبل التاني. الفاريبل التاني اسمه الاوبر، ده او الاوبر اختصار لاوبريشن. ده الحاجات او العمليات اللي هتتم، يعني مثلا 1 زائد 2 مثلا المستخدم مثلا دخل ايه مثلا 5 وداس على بلس، بعد كده 7. الخمسه والسبعه بتسجلوا في النمز، والبلس دي بتتسجل كسترنج في الاوبر، في الاوبريشن اختصار لاوبريشن، بتسجل فيه كالمنت عشان نستخدمها بعد كده. الريس ده الريزلت، لان احنا هنطلع الناتج، كل ناتج العمليات كلها اللي هتتعمل هنطلعها في الريزلت. بعد كده الانس دي مش مهم، يعني الانس ده يعني موجود في معظم الالات الحاسبه اللي هي اخر نتيجه قبل كده انت تستخدمها في اي عمليات تانيه. طبعا هي ملهاش لازمه هنا، انت ممكن تعملها هي سهله جدا، بس انا نسيت احط زر للانس، مش مشكله يعني هي سهله. هنا احنا بنربط ال بتاع ده المصلى على النبي، بنربط الازرار بتاعتنا بالفانكشنز. في طريقتين للربط. الطريقه الاولى اللي انت لازم تاخد معلومه كده، ان انت ما ينفعش ده تدي مدخلات للفانكشن بتاعتك في الكونكت، يعني مثلا ما تقدرش تديها مدخل كده هيديك خطا على طول، ان الكونكت ما بتاخدش اي مدخل، فانت لازم ايه تعملها كده. دي طريقه، مش دي طريقه. الطريقه الاولى طبعا ان انت تعمل داله، واخد بالك، ما تاخدش اي مدخلات، تستدعي من جواها الداله اللي بتاخد المدخلات. يعني انا مثلا ايه لما ندوس على زر واحد، واخد بالك، هيروح على الداله بتاعت الواحد اللي انا رابطها بيها، هيروح للاسناد. الاسناد دي هي اللي بتحط في اللاين اند بتاعتك الرقم ده، واخد بالك. طبعا الاسناد بتاخد مدخل النم، طبعا احنا مش هينفع احطها نم هنا عشان الكونكت ما تاخدهاش. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انت تستعمل داله اللمدا، وداله اللمدا دي بتديك بقى تدي مدخلات، بس انا الداله دي مش بحبذها. ليه بقى؟ لانها بتديك ان انت تدخل داله واحده. افرض مثلا ايه، انت مثلا احنا لو كتبنا هنا كده ايه لم ده، ماشي نوتين كده، كده انت ممكن تدخل مدخل للداله هنا كده. لو كتبنا مثلا واحد مثلا كده هتشتغل عادي من غير اي حاجه او غير اي اخطاء، بعكس لو انت كتبتها من غير اللمده. بس اللمده هنا في مشكله، ان انت مش هتقدر تديها كذا فانكشن. يعني مثلا في المشاريع المتقدمه بتاعتك انت لما بتدخل مثلا، انت لما تربط ده، لما تربط زرار انه يعمل كذا فانكشن، ما يعملش فانكشن واحده بس، اللمده مش هتساعدك في الكلام ده، لان انت بتعمل فانكشن واحده بس. فانا بحبذ لك الطريقه دي ايه، لانها كمان اكثر تنظيم، ان انت تعمل ده لما تخش اي مدخلات
وتستدعي منها الداله، بتاخد متغيرات تستدعي منها الدوال بتاعتك او الفانكشن اللي انت هتعملها لما تدوس على الزرار ده. برضو ممكن تستخدم الطريقتين مع بعض، ان انت تستخدم اللمده لو انت مثلا ايه اضطريت ان انت الداله ما تاخدش المدخلات دي، تاخد مدخل مثلا او مدخلين او ثلاثه زي ما انت عايز، تستدعي داله اللمده زي ما انت عايز. تعال كده هتشيلها. خلينا كده نمشي مع سير البرنامج. طبعا سيلف دوت 1 دوت كليك دوت كونكت، سيلف دوت 1 هو مثلا ايه بيروح على داله ال1، من هنا بيستدعي داله الاسناد. داله الاسناد دي بتديها واحد. ايه اللي بيحصل في داله الاسناد بقى؟ بياخد الرقم ده وبيحوله لسترنج عشان يعرضه. والله لو الموجود في السيلف دوت لاين دوت تكست بيساوي بليز انتر اوبريشن، طبعا ده خطا يعني في لو في ميستيك مثلا في الاله، طبعا ده في زرار الريزلت في زرار النتيجه اللي هو بيساوي. لو ما فيش مدخل او ما فيش رقم بيطلع له الرقم ده، بيطلع له قصدي العباره دي بليز انتر اوبريشن. فلما بيدخل رقم بعديها او لو في اللاين اديت الخطا ده بيعمل كلير لللاين اديت، بعد كده بيحط سيت تكست نم بيدخلها النم دي اللي هو بعد كده حولها. طبعا احنا بنعمل تحديث للقيمه بتبقى نم دوت بتخليها ستار نم. ايه الصغيره ذلك؟ يعني ايه الصغيره ذلك؟ بمعنى ان اصلا في ارقام في اللاين اديت بتاعتك، بمعنى يعني مثلا ايه انت عايز مدخل رقم 75 200 203 مثلا، في ارقام موجوده في اللاين اديت، تعمل ايه؟ تقول سيلف دوت لاين اديت دوت سيت تكست سيلف دوت لاين اديت دوت تكست بلس النم. اللي هتقول لي طب ايه ده؟ طب افرض انا مثلا عايز ادخل اول رقم، يعني مثلا في رقم ما فيش اي حاجه في اللاين اديت عايز ادخل لها رقم، عادي جدا هو هيلاقي التكست هو اصلا ما فيش تكست، هيبقى الله هيبقى نل، هيقول نل زائد النم او زيرو مثلا زي ما انت بتكتب مثلا زيرو زائد 2 هي 2، زيرو زائد 5 هي 5، هي كده ماشيه كده. طبعا انت خلاص كتبت الرقم ماشي. افرض مثلا انا دوست بلس، خد بالك نزل تحت كده، ادي داله الجمع. داله الجمع دي بتعمل ايه؟ والله لو هي فاضيه، لو اصلا الرقم انت ما كتبتش رقم ولا اي حاجه او في خطا، انت بتحط مكانها سيلف دوت لاين دوت دوت سيت تكست بلس. دي هنا بقى ما بيجيش دور الخالص البلس دي، كده بتعمل معناها موجب، معناها كده انت بتدخل رقم موجب، عادي جدا ان انت تدخل رقم موجب. يعني مثلا ايه لو جينا احنا عملنا ران هنا، ران كالك مثلا بلس 9 مثلا ايه ناقص مثلا 9 مثلا زيرو، فهو بيعتبر كده ان الرقم ده رقم موجب. ما تهيأكش ان انت هيحصل اخطاء في البرنامج بتاعك، لا مش هيحصل اي اخطاء في البرنامج بتاعك، لان هو ما تعتقدش مثلا ان ده حرف او سترنج فده كده هيغلط الكومبايلر بتاعك، لا الكومبايلر بياخد بلس 9 مثلا ان بسالب وسالب موجب، بيحسب هو العمليات دي. طب لو هو اساسا في بلس، يعني هو مثلا مستخدم مثلا داس مرتين على الزرار من غير ما يقصد، لا خليها برده سيت تكست دي، يعني ما تعملش اي حاجه ما تغيرش جديد. لكن بقى لو في مثلا اللي هي السالب، يعني لو في مثلا ايه لو هي ناقص مثلا، يعني مثلا احنا كتبنا ايه نعمل كده رن، هي موجوده اساسا ماشي، لا انت تعالى نهزك دي كده نعمل رن مثلا ايه، لو كتبنا مثلا 9 مثلا ناقص موجب مثلا قول 1 مثلا، ده معناها ان هو ناقص من 9 1 هتقول 8، فهو كده بيعتمد ان هو ال دي سالب او دي ناقص قصدي. ايه الصغير ذلك؟ يعني ايه الصغير ذلك؟ يعني فيها كذا حاله. اول حاله ان هو يكون رقم، الرقم انت بتجمع عليه رقم عادي من غير اي حاجه، يعني الرقم اللي هو قبل عمليه الجمع، قبل ما تدوس انت جمع ده موجب ما فيهوش اي حاجه خالص. انت بتعمل هنا ام ام بيساوي سيلف دوت لاين اديت دوت تكست، انت بتاخد نسخه من التكست ده تحطها في الام ام وتغير ام ام، بعد كده بتدخل سيلف دوت نامز دوت ابند، بتدخل للاري بتاعتك الام ام بس ايه بس بتحول الانت الاول، بعد كده بتعمل دوت كلين، بعد كده تقول سيت تكست بلس بقى اللي انت بعد كده هتدخل رقم معين، بعد كده سيلف دوت اوبر الاوبريشن قصدي اختصار الاوبريشن تدخل لها الحرف ده. بمعنى كده ان احنا خلاص احنا يعني احنا كده دخلنا رقم، لما بتدوس على البلس انت كده بتدخل الرقم ده تحطه في النامز، بعد كده وبعد كده بتحط العمليه دي دلوقتي ايه، يعني بقى في عمليه دلوقتي، يعني الرقم ده هيتعمل عليه عمليه، هننظم ده كله دلوقتي، ما تخافش ما تتلخبطش او تخاف من الشكل البرمجي بتاع الكود ده، ان شاء الله هشرح لك كل حاجه تتبسط قدام حضرتك دلوقتي.
ماشي تحت برضو دالة الماينس برضو دالة الناقص. طبعا انا هستخدم بس دالتين النهارده، اللي هي دالة الجمع ودالة الطرح، اختصارا بس للوقت بس عشان ايه. برضو دالة الضرب والقسمة سهلة برضو نفس الحكاية، برضو مفيش أي تغيير، بس دالة الطرح فيها اختلاف بسيط بس شوية. هو ايه؟ لان انت مثلا افرض مثلا انا ايه عايز عايز اطرح من رقم سالب، يعني مثلا إيه انا كتبت 9 مثلا ناقص سالب 3، لا طبعا كده هيديني خطأ. طب انا عامل ايه؟ طبعا الحتة دي احنا شرحناها قبل كده، اللي هي الاف سيلف لو هي فاضية حطها، حط دي هنا. لو التكست بتاعتك فيها حرفين، يعني مثلا ايه لو كتبت مثلا، لو عملنا رن كده للكلك، لو قلنا مثلا 9 ناقص كمان 1، واخد بالك، بتساوي ايه؟ سالب وسالب موجب، يعني ادينا 10، ادانا 10 دلوقتي. بمعنى كده ان هو لو لقيت ان لو الداس على الماينس دي مره كمان وهو اساسا في ناقص ناقص، لا حط الناقص ناقص تاني، ما تعملش اي حاجه. طب لو هو اساسا في ناقص، واخد بالك، طبعا هو لو في ناقص تاني هو ممكن الكمبيوتر يتلخبط او يحصل فيه مشاكل. لو في ناقص او في زائد، طب احنا ايه لو في ناقص او في زائد، انت هتضيف اللي هو السالب، اللي هو العدد السالب. يعني مثلا ايه لو احنا قلنا مثلا 9 زائد مثلا سالب 3، سالب وموجب، سالب وموجب سالب، فهيدينا 6. بمعنى كده فاحنا هنقول ايه سيلف دوت لاين اند دوت تكست بتساوي سيلف دوت لاين اند دوت تكست بلس دي بلس الماينس، فهو انت ما بتعملش اي حاجه. طبعا هنا بلس بلس سالب وموجب سالب وسالب وسالب موجب. إلس غير ذلك اعمل برضو، خد نسخه من التكست حطها في الام ام. معنى كده ان احنا في رقم خالي من اي حاجه، او مثلا في رقم موجب مثلا فوق واحنا عايزين نطرح منه حاجه، برضو نحط دوت ابند، خد بالك كدوت كلير، بعد كده دوت سيت تكست، بعد كده دوت ابند، نفس الحوار بتاعت البلس بالظبط. ننزل تحت داله الريزلت بقى، داله الناتج. هنعمل ايه لو مثلا ايه لو اف مثلا سيلف دوت لاين اديت دوت تكست مثلا موجب او سالب، يعني هو ما دخلش اساسا نمبر، يعني مثلا المفروض انت تقول 9 مثلا زائد 3 بتساوي مثلا، هيدوس يساوي مثلا 9 زائد 3 6، خد بالك، هو هنا انت ما دخلتش نمبر اساسا او دوست على حاجه غلط، فانت بيعمل ايه؟ بيقول لك بليز انتر اوبريشن، بعد كده بتدخل الاوبريشن ثاني وكل حاجه تمام. يعني ايلس غير ذلك لو ما فيش اي اخطاء في البرنامج بتاعك هتنزل تاني تعمل ايه. طبعا ده كل ده شرح بكل دي تعليقات. هتاخد الميم، تاخد منها التكست دي وتحطها في السيلف دوت نامز دوت ابند، بتاخد اخر اليمنت موجوده في اللاين ايديت بتاعتك وبتضيفها. طبعا احنا لو دوسنا ريزلت هو اصلا ما ضافش اخر اليمنت، يعني احنا مثلا ايه لو دوسنا مثلا ايه ران كالك مثلا قلنا 9 زائد مثلا 6 زائد 3، واخد بالك، ودوسنا بلس، ما احنا مبرمجين البلس انها تاخد الرقم وتحطه في الاريه بتاعتك. طب احنا لازم نحط برضو هنا، لازم نحط بعين الاعتبار ان احنا لازم في الريزلت لما ندوس على زر الريزلت ياخد اخر رقم يحطه في الاريه، 9 6 زائد 3 18. برضو خدناها هنا الميمي، بعد كده بنيمي بناخد اخر رقم، بناخد ايه؟ ما بناخدش معاه العلامه، بمعنى يعني مثلا ايه 9 زائد 6، واخد بالك، زائد هو اوريدي خلاص، هو الزائد ده معناه ان انت ايه، ان هو دخل خلاص قيمه، يعني هو دخل في الاريه بتاعت الاوبريشن ده خلاص دخل قيمه انها ايه، انها في عمليه زائد خلاص حصلت، فاحنا مش مضطرين ان احنا ندخل تاني للنمز او ندخل الارلوك. انا قصدي يعني مثلا لو احنا ايه، لو احنا مثلا ايه يعني جينا كده مثلا ايه 9 زائد 6 زائد 3 مثلا ناقص 2، فاهم معايا؟ لو كتبنا هنا ناقص، واخد بالك، حطيناها في الاريه بتاعت الاوبريشن وخدنا الاثنين دي، واخد بالك، خدناها كده كلها مع بعضها، السالب 2 دي حطيناها في النمبس، طبعا يحصل اخطاء، انت غرضك ان انت تطرح منها مش تجمع. طبعا سالب وسالب موجب لان هو كده هيقارن سالب الاوبريشن وسالب النمبس، طبعا سالب وسالب موجب فكده هيجمع، كده احنا عايزينه يطرح، يحصل مشكله برضو زي الحاجه، مفيش اي حاجه. نوت دي بوزيتيف نمبر، دي كده عدد موجب ودي عدد سالب.
الاكس اكس بتساوي 0. دي الاكس اكس دي اللي احنا هنتحرك بيها جوه الاليمنتس بتاعه الاوبريشن اري عشان نتحرك جوه. يعني مثلا لو اول اليمنت نخش على تاني اليمنت نخش على تاني تالت اليمنت واخد بالك. نعمل فور لوب واخد بالك الاي ان رينج 0 ولين نعد نعد الاليمنتس اللي جوه النمز اللي هنمشي جواها. الاي طبعا بتاخد القيمه المبدئيه بزيرو وبعد كده بتمشي كل ما بتلف زيرو واحد اتنين تلاته على حسب بقى اللين او العدد بتاعت الايمنتس اللي جوه النمز. الاي هنا الاي فيريبل فور تشينجينج اليمنتس ان دي معروفه ان الاي دي اللي احنا هنغير بيها ونخش بيها جوه النمز الاري عشان نغير جوه الاليمنتس بتاعتنا. والله لو الاي لو انت في اول اليمنت في الاري بتاعتك لا خدها حطها في الريزلت. اشرح لك دلوقتي احنا هنشتغل ازاي الاله بتاعتنا هتشتغل ازاي. بان احنا ايه هنعمل هننزل كده تحت فين ايوه هنا فور اكزامبل مثلا الريزلت بتاعنا بزيرو بيساوي الاليمنت اللي في النمز اول اليمنت في النمز يعني مش بزيرو لا الريزلت بتساوي زيرو اللي هي زيرو واحد اتنين لو انت عارف اللي هو الري بتاعتك بتبقى ايه بتبتدي من زيرو واحد اتنين فاهم بتساوي زيرو اليمنت النمز بتساوي خمسه مثلا اول اليمنت في النمز اللي هو مثلا المستخدم دخل خمسه مثلا زائد تلاته زائد خمسه زائد اربعه زي ما هو عايز. دلوقتي الاي بواحد والاكس اكس بزيرو هتقول الاي بواحد الاي بواحد ازاي؟ اقول لك ثانيه واحده ما احنا لما قلنا كده لو الاي بزيرو خلي بالك سيلف دوت ريسي دوت سيلف دوت نمز بتساوي سيلف دوت نمز بتاخد اول اليمنت موجوده في النمز لان هو اصلا ما فيش عمليه قبليها لان ما اتعملش عليها قبل كده عمليه قبل كده. فاحنا بنعمل ايه؟ بنحطها في الريسي بعد كده هنعمل عمليات عليها تاني. وبعد كده بينزل فولو بعد كده بيرجع تاني فلقى ان الاف مش بتساوي صفر خلاص الاي بتساوي واحد فيعمل ايه؟ فهناخد الاليمنت الثانيه ونشوف ايه اللي في الاوبريشن. يعني مثلا ايه يعني هناخد مثلا تاني اليمنت اللي هو واحد في النمز هنشوف ايه نشوف ايه برضو اول اليمنت موجوده في الاوبريشن لو زائد يبقى احنا هنضيف الاليمنت التاني ده في الريزولت واخد بالك في الريزولت لو ناقص هنطرحه يعني هنطرحه من الريزولت نفسها. دلوقتي كل نزل تحت شويه الالس نمز اري 0 1 2 3 برضه نفس اللي احنا قلناه برضه مثلا ده مجرد مثال بس يا جماعه. اول حاجه دخلناها البلس ناقص الاكس هنا اكس اكس هنا ب 0 والاي بتساوي 1 الاكس اكس بتساوي اي ناقص 1 ليه؟ لان النمز هنا في اول اليمنت والاوبريشن هنا في اول اليمنت برضه يعني اول عمليه وهنا تاني رقم عندنا اللي احنا هيتعمل عليه العمليه اللي احنا مثلا هنضيفه للريزولت هننقص من الريزولت منه كده. هنا معناه ان الاكس اكس بزيرو والاي بيساوي 1. طب هتقول لي ايه طب ما انا مضيف طب ما انا ايه المشكله اللي انا اضيف مثلا يعني كل مثلا الفور لوب ما تلف مثلا ايه تلف لفه ازود على اكس اكس 1 اقول لك لا لان هو كده هيقول لك خطا الاندكس اللي هي او انت خرجت بره نطاق الاري بتاعت الاوبريشن نفسها. انت تشينجينج افري لوب ان فور لوب ماشي اف اوبريشن لو الاوبريشن اكس اكس بتساوي بلس لو هي بلس الريزلت بتساوي النمز الريزلت بتساوي اول اليمنت في النمز وبيقول لك ممكن وهنا ممكن بيقول لك ممكن الاي يعني مثلا ايه الاي هنا بتساوي واحد والاكس اكس بتساوي زيرو ننزل تحت هنا الريزلت هنا احنا في اول اليمنت في الاوبريشن وتاني اليمنت في النمز. طبعا احنا هنا مثلا لو احنا دخلنا خمسه مثلا زائد سبعه ناقص اتنين خد بالك هنا السبعه احنا في السبعه وهنا الخمسه احنا اوريدي ضفناها هنا في الريزلت ان احنا بتساوي خمسه هنا. احنا هنشوف هنا ايه اول اليمنت موجوده هنا زائد لو هي زائد احنا هنضيف خمسه يعني مثلا هنقول ايه هنقول الريزلت القديمه الريزلت الجديده عفوا بتساوي الريزلت القديمه زائد الاليمنت ده الاليمنت اللي انت موجود فيه في النمز واخد بالك. هنا هو طبعا ده الكوماند اللي احنا هنكتبه سيلف دوت ريسي بيساوي سيلف دوت ريسي زائد السيلف دوت نمز الاي ذيس كوماند بتاد اللي هو الاليمنت ده نفس الحكايه ده برضو يعني هتطلع 14. طبعا احنا ضفنا الكوماند دي تحت اليف لو برضو نفس الحكايه برضو لو الاكس اكس بيساوي سالب لو الاليمنت بتاع الاوبريشن الاكس اكس بتساوي سالب نقص
الريزي ده نقص منها الاليمنت بتاعت الاي بتاعت النمز عفوا اللي فيها الاي طبعا. نوت اي اند اكس تشينج افري لوب ماشي دي برضو ما قلناها بكده. بس كده في الاخر خالص بعد ما خلص خلاص هو عمل العمليات بتاعته خلاص هو خلص بلف كل اللفات بتاعته لف جوه كل الاعداد اللي احنا دخلناها بيخرج من الفور لوب دي بينزل تحت هيلاقي سيلف دوت لاين ايديت دوت سيت تكست ستار سيلف دوت ريزي. طبعا هو بيعرض لك بقى في الاخر خالص بيعرض لك ايه ناتج العمليه بتاعتك اللي انت عملتها في ال عملتها في الـ في الاله الحاسبه. هنا بقى السطرين دول تو كلين نامز اري تو كلين اوبر اري اللي احنا بنضيفها يعني انا اول من اول اليمنت لاخر اليمنت خليها فاضيه فضيها خالص عشان ما ياثرش على العمليات اللي بقى اللي بعد كده اللي احنا هنعملها بال الاله بتاعتنا. خلاص احنا كده خلصنا البتاع بتاعنا عملنا رن هنا اخر تجربه للاله بتاعتنا. لو قلنا مثلا ايه طبعا احنا نسيت اقول لكم ان حرف السي ده نطلع فوق احنا ربطناه بالهاها دي الديفس ها بتساوي سيف دوت لاين اديت. طبعا احنا ايه نسيت اقول لكم حاجه يا جماعه مهمه بتاع كود الديزاينر بتاعتنا اوبن كل كائن او اللي انت تستخدمه هنا يعني الاسماء اللي انت تستخدمها سيلف دوت اي سيلف دوت 8 او انا معلمها طبعا بالازرار اول زر هو 1 2 3 الاسماء اللي انت تستخدمها في الكود بتاعتك انت هتغيرها من هنا. يعني مثلا لو جينا هنا على اول زر هتنزل هتلاقي هنا الاوبجكت نيم او الاسم اللي هيستخدم في الكود طبعا انت تغيره هنا بس تخليه 1 2 3 4 5 زي ما انت عايز وتعمل كده برده مع نفس الازرار. طبعا اختصار للوقت والكتابه طبعا لان هو الديفولت هيجيبها لك يو بوش بوتون اندرسكور واحد كل ما تعمل بوش 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 بوتون تاني هيزود واحد تبقى دي مثلا يعني تبقى اسم طويل قوي مش هنحتاج له يعني مش هيأثر معانا كتير. طبعا دي البلاس بتاعتنا بنعمل بنستدعي الداله دي الايكوال بتستدعي الداله دي كده برضه استدعي داله الهاها الماين برضه كل ده لو كده عملنا رن 10 بلس 5 كده 15 زائد مثلا 10 كده 25 ناقص 30 كده سالب 5 قول كده يساوي سالب 5 قول مثلا دلوقتي هو نضف كل الري بتاعته كده هو كده رقم يعني احنا كده رجعنا من الاول خالص كده هو بياخد لو قلنا زائد زي كده هو خد الرقم ده حطه في الاري بتاعتك خلوه في خطه حطه في النمس زائد مثلا 10 5 ده كان فيديو النهارده يا جماعه وارجو ان الفيديو يكون نال اعجابكم. لو عجب فيديو دوس لايك لو ما عجبكش حط ان لايك قول لنا ما عجبكش ليه. يا ريت برده تطور شويه في الاله بتاعتك دي لو انت هتنفذ عليها شويه مشاريع في برضو شويه دوال انا ما قلتهاش مثلا داله الانس وداله اللوغاريتميات والحاجات دي انت تحاول انت تستخدمها مع نفسك. حاول كتير انا برضو حاولت كتير وفشلت في حاجات كتيره جدا بس حاولت ونجحت فيها. انا خدت مني حوالي شهر عشان ابرمجها او لا مش شهر 10 ايام حوالي 10 ايام عشان برضو افشل وانجح برضو. فانت ما تيأس او مثلا لو في اي حاجه مثلا في البتاع دي مش واضحه ما تزعلش قول لا ده انا مش هعملها لا قولها لي في التعليقات ان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.